أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيون الحياة. والنهاردة إن شاء الله هيكون معنا دكتورة دعاء جلال، أخصائي نفسي إكلينيكي، وهنتكلم عن حاجات كتير قوي. هقول لكم إيه هي العلاقة ما بين الرجل والمرأة، والعلاقة ما بين المرأة والرجل، وهنشوف الضغوط اللي بتبقى في الحياة سببها بيبقى الراجل ولا الست، ولا هما الاتنين متفقين سوا على كده، ومين اللي بيبقى يعني بيظلم في الآخر، هم الأولاد. فدكتورة دعاء هتكلمنا النهاردة عن كل ده. مساء الخير يا محمود. مساء الخير يا جلال. عامل ايه؟ الحمد لله. مساء الخير يا دكتورة دعاء. مساء الخير. منورانا. مساء الخير يا دكتور. أخبارك ايه؟ تمام؟ أخبار حضرتك ايه؟ تمام. ايه القصه دي بقى بين الرجل؟ قصه كبيره. قصه كبيره. احنا جايين النهارده داخلين على مشاكل بس عايزين نحلها. كل حاجه بالعقل وبالحكمه وبالهدوء بتتحل. تقول لنا بقى ايه في قصه ان الرجل والمراه والمراه والرجل، وتقول لنا التركيبه النفسيه بين الرجل والمراه. ما هو احنا مبدئيا عشان نحل المشكلات دي لازم نكون فاهمين سيكولوجيه الرجل وسيكولوجيه المراه علشان نقدر نفهم كل حد فيهم احتياجاته ايه. تمام. نبتدي نديهم احتياجاتهم، يحصل لهم الاشباع، يبتدي كل واحد يرضي التاني اما يحس ان هو مشبع. فلازم مبدئيا نعرف ايه هي سيكولوجية المرأة وايه هي سيكولوجية الرجل. طب انت بدأت بالمرأة ليه؟ علشان ليدوس فيرست. منطقي يعني. اتفضل. هنتكلم عن سيكولوجية المرأة بطريقة بسيطة، بطريقة مبسطة عشان كل الناس تفهمنا. هنقول ان ذهن المرأة عندها طاقة عاطفية كبيرة جدا، وعندها اتجاهات انفعالية قوية جدا، وده اللي بيخلينا دايما نقول على الستات نكدية، وعلى الستات زنانة وزنانة ومستفزة وزنانة وكل الحاجات. ليه؟ عشان هي بتعدي بتقلبات مزاجية أكتر من مرة في الشهر، وأكتر من مرة في السنة، وأكتر من مرة ليها فصول نفسية. فالفصول النفسية دي بتخليها متقلبة المزاج، في هرمونات معينة بتتغير، في حاجات معينة بتحصل لها خلال الفترات اللي هي فيها تقلبات النفسية أو الهرمونية. معلش يعني حضرتك بتقول لنا إن التقلبات النفسية ديت وليها يعني زي فصول الشتاء والصيف. بالظبط بالظبط. دي حاجه عشان نفهم، عشان مخلوقيه ولا حاجه طبيه؟ دي حاجه من عند ربنا. من عند ربنا بيحصل تغيرات. عشان بس نفهم، حاجه من عند ربنا. مش كل حاجه يا محمود. انا لسه بقول الحاجه. بنقول لك حاجه من عند ربنا على طول. مش انا بحسب طبي والله، يعني قلت يمكن يكون اسهل. قلت هرمونات. ما هو اللي انا بتكلم فيه، هو ربنا خالق المراه بتغيرات المزاجيه دي. تمام. بتيجي منين التغيرات المزاجيه يا استاذ محمود؟ بتيجي من تغير الهرمونات بالعلو او بالانخفاض، وده شيء طبي طبعا. اكيد. يعني ده شيء طبي طبعا، بس هو ده ربنا مكون الانثى بهذه طبعًا. الطريقه طبعًا. لان كده كمان هي بتبقى عاطفيه وبتبقى انفعاليه، وده بيساعدنا طبعا يا استاذه نجلاء عشان نبقى احنا امهات. عشان احنا امهات علشان نعرف نربي العيال. فهي عاطفيا غير مستقره. الرجل الرجل عنده قدرة على التحليل والتنظيم والتحمل والإيجاد الحلول وتنظيم والمبررات والتحليل المواقف، ويحب دايما ان هو، انا قلت الموضوع ده قبل كده اكتر من مرة، يقفل الابواب بتاعة مخه. يعني وهنعتبر ان مخ الرجل يعني زي شقة فيها غرف، الغرف دي يحب يقفلها. يقفلها كل غرفة، غرفة الشغل ينظمها ويقفلها، غرفة الحياة العاطفية ينظمها ويقفلها، غرفة الأصدقاء ينظمها ويقفلها، ويقعد بقى إيه في الريسبشن بقى في الروقان كده، عنده ضوء نفسي بقى في السلام العاطفي في اللاشيء. يحب يقعد في منطقة اللاشيء. ليه؟ علشان ينعم بالسلام النفسي والهدوء. هو ده، دي تركيبته النفسيه. بس لو مش لاقي بقى السلام النفسي ده هيعمل، هيفتح كل الاوضه، هيفتح كل يكسرها. لكن بالنسبه للمراه هنفكر فيها ازاي؟ هنفكر فيها ان هي، لو هنقول برضو المخها هو شقة، فشقة دي الغرف بتاعتها تحب تسيبها مفتحة بقى على البحري كده، تجيب حاجة من أوضة الولاد، على حاجة من أوضة العاطفة، على حاجة من أوضة العمل، على حاجة من أوضة بنت خالتها، وتقعد في الريسبشن كده تعمل إيه؟
عندها بتوزع قدرة بقى عندها قدرة بقى قدرتي. عندها طاقة بقى. فعشان كده دايما هم بيزهقوا منا يا استاذة نجلاء وبيقولوا علينا زنانين زنانين ومستفزين ونكديين. فهو منظم اكتر الرجل والمرأة. طب ليه الرجل ما يحاولش يفهم المرأة؟ ما ده بقى اللي احنا عايزين نفهمه. او لو حاول يفهمها ما بيديلهاش برضو اللي هي عايزاه، علشان هو دايما باصص لها بالجزء الانفعالي العاطفي عندها ده، ان هي زنانه، ان هي بتاعت مشاكل، ان هي تنزل من على ودانه وعلى دماغه بقى. مش باصص لها من ناحيه ان لا فاهم احتياجاتها وبيحاول يلبيها لها. الست كل اللي هي عايزاه ان هي تحس بالامان، هي مش عايزه اي حاجه غير ان هي تحس بالامان. ده هتعرف عايزه حد ينظم لها الفوضى دي، عايزه حد. انا بقى اقاطعكم بقى معلش، انا سبتكم براحتكم اول اتكلمتوا، انا قاعد ست فوضى ومؤدب. لا لا لا، حضرتك قلتي الست بتاعت مشاكل. لا ما قلتش، لا ما قلناش بتاعت مشاكل. انت بتجيب كلام من عندك على فكره. لا والله ما قلتش. لا لا والله. طيب الاستاذه لسه نرجع تاني ونوقف البرنامج. لا انا عايز اقول ايه، ان في ستات هم كلهم فاضلات طبعا، بس بيبقى في ناس يعني ايه بتزن وزنها جامد. وده حقيقه يعني، ده واقع احنا شايفينه. انت حضرتك قلت محتاجه سند وامان. طب لو هي متوفر قدامها السند والامان باي مفهوم؟ لا ما السند والامان عند مفهوم حضرتك ايه؟ عايزه اللي يسمع، عايزه اللي يحتوي، عايزه اللي ينظر، عايزه اللي يقدر. طيب مش اللي هي قاعده الكمال. ثواني نجلاء، انت اتكلمتوا كتير، اتكلم اتفضل اديله فرصه. لا والله لا ما اقصدش، لا اقصد اقول ايه، هو كمال لله وحده، مفيش حد تاني. ونعم بالله. بس انا لما اديها الامان واديها الثقه واديها الحنان، لو فلتت مني حاجه بقى النظره، ما انا مش لازم كل هي مش عايزه كل ده، هي مش عايزه كل ده، هي عايزه حاجه بسيطه بس، مساحه بسيطه تديها لها وهي هتبقى تحت امرك في كل شيء. هي عايزه المساحه اللي تعبر بيها عن نفسها، وتلاقي الرجل المتواجد بمنتهى الحضور ان هو يلملم البعثره دي ويحاول يحتويها. ماشي، انا ما بقولش حاجه، بس في ممكن يوصل لحاجات بجد هو بيبقى استفزاز بجد. يعني انت مثلا لو انت قاعد مع زوجتك او خطيبتك او ايا كان، وهي بتقول لك ده انا ماما عملت معايا كذا، وبنت خالتي عملت معايا كذا، واختي عملت معايا كذا، وصاحبتي عملت معايا كذا، هي مش بتدور على حلول. هي مش بتدور على حلول، بتدور على الاستماع، على النظر، على التفاهم، على التقدير. طب ما انا بسمع. لو انت بقى قلت لها لا ما اصل انت اصلك ما ست ما بتفهميش، وانت اصلك دايما بتدي ثقتك في الناس من غير لازمه، وانت مالك ومال الناس. طب وانت مالي بتبص لبنت خالتك وبتبص لاختك؟ لا لا لا، هي مش عايزه كل ده. طب هو اتنين كده على واحد مش عايز حد يكلمني؟ لا لا مش هينفع، مش هتعرف تتكلم. هي عايزه تعبر عن نفسها وحد يحتوي. يا دكتور انا مع حضرتك ماشي، ما هو بيسمع. احنا ما بنتكلمش على المراه بشكل انا بتكلم عليها بشكل عام. في ناس بتسمع وما بتاخدش حقها. اللي انا ممكن اسالك بقى سؤال تاني، طب والراجل بقى حقه ايه يعني؟ ما احنا بنتكلم عن حاجه، احنا قلنا الست الاول، ما احنا قلنا المراه الاول. يعني حقها بيتلخص بمنتهى البساطه في شيء واحد بس، الحضور. الحضور كمستمع مستمع، والحضور كشخص لا يصدر احكام، والحضور كشخص لا يعطي حلول. انا اسف ان انا قطعت كتير، بس هو مش صدور احكام، انا مش قاضي يعني، او اي راجل مش قاضي. بس الفكره في ايه، ان انا خبرتي في الحياه بتاهلني ان انا اقدر اقول لمراتي او خطيبتي او اختي ما ينفعش. هي بقى مش عايزه كده. طب هو ده الصح؟ هي مش عايزه كده. لا لا، يبقى احنا بنتكلم دلوقتي في المدينه الفاضله. المراه عايزه ايه يا استاذه؟ دكتور اسف. يا دكتور انا بقول لحضرتك، هي دلوقتي احنا بنتكلم في مدينه فاضله، هي احنا مش قاعدين في مدينه فاضله. احنا بنتكلم، انا دلوقتي عندي خبره في حياتي، باجي زوجتي بقول لها زي ما حضرتك بتقولي، انا بنت خالتي، انا بنت عمي، اختي، حصل موقف كذا كذا. لا انت المفروض كنت تقولي واحد اثنين ثلاثه. مش معنى ان انا بلغي دماغها، لا انا معنى ان انا بديها خبرتي في الحياه اللي تاهلها ان هي تتعامل بقى مع الناس. ده بقى مش صح. امال ايه؟ ان هي مش هو ده اللي بتدور عليه من الكلام معاك. طب انت عايز تديها اللي هي عايزاه، ولا عايز تديها اللي انت شايف ان هو المفروض تاخده؟ الاثنين. تاخده عشان هي تعمل. لا لا وانس، لا 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 لا، الاثنين. انا بديها الاثنين صدقيني. انا عايز اديها الاثنين، خبرتي وفي نفس الوقت ردها لكيانها، ان هي تبقى بتقول واحد اثنين ثلاثه بطريقه اللي هي تتقبلها. اكيد طبعا. في الاستاذه نجلاء في طريقه تتقبلها، دعاء جلال في طريقه تتقبلها، زينب في طريقه لتتقبلها. انت بتتعامل مع شخص، مش بتتعامل مع كيان. تمام. مش هتلغي الكيان ده علشان انت تصدر الاحكام اللي انت عايزها وانت شايف ان انت دورك هنا كده. لا انت دورك هنا مش كده، انت دورك هنا تديها الامان، تشعرها باحساس الاحتواء واحساس حضورك كرجل وكسند. انا لو جيت قلت لك النهارده كزوجه، جيت قلت لك انا بنت خالتي كذا كذا كذا، اعمل ايه؟ هي استاذه نجلاء اعمل ايه؟
ساعتها انا بطلب من 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 منه رد، ساعتها انا بطلب منه حوار. لكن انا بقول لكن انا ما بدردش، بفضفض بدل ما امسك التليفون واكلم واحده صاحبتي واقول لها اصل حصل 1 2 3 4 بالغلط، فانا بعتبر ان انت مكمل ليا. فانا بحكي لك برضه يا دكتور، انا بشوف اصدقاء وسيدات وممكن اخوات بينصحوا بعض للغلط. للغلط يعني للغلط إيه؟ بالظبط موجود. ايه ده وانت ساكته ليه؟ وانت ازاي تسمحي له؟ وانت ازاي تسمحي له؟ ما انت طول النهار عامله له ومسويه له واللي تسخنها. انت لما انت تحتويها وتكلمها هي مش هتلجأ. وخلي بالك يا استاذ محمود، مهاره الحضور دي مهاره محتاجه تمرين وقوه شديده، ان انت تمتنع عن اصدار الاحكام وتمتنع عن التوجيه وتمتنع عن النصح. لا يا هي دكتوره مهارة. كمان وبيهيئوا انا لا انا وقعت في وسطكم انا عارف انا لا 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 بس انا عارف ان انا وقعت في وسطكم، بس انا برضو انا هنا مكان الراجل لان انا راجل وانتوا سيدات فاضلات فوق دماغي ومكان السيدات الدنيا كلها. انا عارف ان انت هتكلمي بس لا نجلاء بتقول حاجه وتقول هي ممكن تسمع من صاحبتها وات ايفر بقى اللي هتسمع منه وتقول لي بقى خلي مالكيش دعوه بيه. طب انا دلوقتي يا دكتور انا اعمل ايه بقى؟ يعني انا بالنسبه لي هعمل ايه لما انا محتوي وامان وحضور وعامل ده ثواني بس عامل كل ده؟ لا ما يا نجلاء ثواني، وانت بتيجي تقولي لي اصل انت بقى جات لك مكالمه حد بقى ايه مش عاجب محمود او مش عاجبه سين من الرجاله ويقول لك لا ما تجيش جنبه بقى ده سيبك منه. طب ما انا عامل التلات حاجات والامان وكله دكتور رد عليا. لا مش هرد عليا، مش هرد. انا علشان ارد بقول لك انت مش بتديها اللي انت شايفه صح، انت بتديها اللي هي محتاجاه. اللي هي محتاجاه ان انت تنصت وتستمع ولا تصدر احكام، ان انت تسمع. ويعني هي مثلا لو هي بتتكلم مع صاحبتها تختلف عن عما انت تسمعها، هي عايزه اللي يسمعها. هو استاذ حضرتك بس للمشاركه ممكن تنزلوا ارقام التليفونات على الشاشه من فضلك. احنا عايزين كده مشاركات اللي محتاج يشارك معانا. اي اسئله كمان اي اسئله ان شاء الله الدكتوره دعاء تجاوب عليها. فانت هي ابسط طلباتها ايه؟ طلباتها ابسط من تخيلاتك، طلباتها ان انت تسمعها وتحتويها، يعني مش طلباتها ان انت توجد لها الحلول او حتى تنظم لها حياتها او تصدر عليها الاحكام. هي كل اللي هي بتتمناه او كل اللي هي بتطمح ليه حاجه بسيطه جدا، ان هي حد يسمعها وحد يبقى محتوي كاللخبطه الكبيره اللي هي فيها حياتها. بس وخلاص اللخبطه اللي هي كأم وكصاحبه وكزوجه وكابنه وكامراه عامله وعليها مسؤوليات وعلى عاتقها حاجات. الرجل لا يتخيل كميه المهام اللي الام الزوجه والام بتقوم بيها على فكره. تمام ده شيء خطير ده وصعب. كده اعتقد ان حضرتك يعني انت عايزنا انتقل للرجل بسرعه. عملت استفاده للمرأة. هي عايزه الاحتواء وعايزه الحنيه وعايزه السمع وعايزه حسن المعامله وعايزه تعرف ان انت القوامه تك 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 التكليف وليس التشريف عليها وقت الزهق وليس التشريف. يعني انت مش قيم فانت متحكم في ماريونيت بتعمله بصوابعك. لا خالص طبعا انت قيم يعني انت تقوم بدور القوامة. هي الدنيا لراجل وست دكتور. تمام والتحدث معاها بلطف طبعا وان انت لا احنا كده نعيش في مدينه الفاضله بجد. ان هي ليه هو انت يعني اما تقول لمراتك انا جاي لا انا اقول كلمتين حلوين ماشي بس يا استاذه نجلاء. طب انا عندي يعني الراجل في الشغل ممكن يكلم زميلته طريقه كويسه وفي رجاله بيتكلموا زميلاتهم بطريقه مش كويسه. تدليل الزوج للزوجه ده شيء اهم جدا. ليه الراجل ما يعملش كل ده في بيته؟ بيتعمل. مين اللي قالك؟ لا انا بتكلم على الرجاله. طب ما انا بتكلم على الرجاله ما بتكلم عن نفسي، انا بتكلم على الرجاله. لا في رجاله كله. لا في رجاله اول ما تدخل قرفانه وزهقانه وما بيديلهاش كل اللي هي عايزاه وما بتتكلمش. هي انثى هي انثى فانت كرجل انت مضطر ومكلف تحترم هذه الانوثه. اكيد تحترم هذه الانوثه. انا بقى تدللها. انت مش تمام. عايز تتكلم على الانثى النهارده، عايز تتكلم على الرجل. لا ما عايز تتكلم على الحلقه اللي فاتت حضرتك اتكلمت على المراه بطريقه كتير. لا انا عايز اقول حاجه بس من فضلك. انا اي انا رايح الصبح شويه رايح شغلي وجاي من شغلي وطلع عينيا وعملت كل حاجه. تمام. المطلوب بقى انا اول ما اخش من البيت بقى يعني انسى كل ده ارميه ورا ظهرك. الست بتكره ثلاث حاجات يا استاذ محمود. الست بتكره ثلاث حاجات: الانكار والاحتقار والاحتكار واللامبالاه. الانكار ان انت تنكر عليها حقها. الاحتقار ان انا احتقر. لكن الاحتقار اللي هو التقليل من شانها وتقليل الشكر. لا طبعا ده مش حلو. ده طبعا. الاحتقار. الاحتقار ان انت معتبرها ملكيه خاصه. هي مش ملكيه خاصه. هي بحكم الله بقت مطيعه ليك وتابعه ليك، لكن هي مش حكر عليك.
طب بمناسبه مش هاكل هنكمل يعني بعديها بقى معانا بس معانا اتصال تليفوني. الو 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 مساء الخير. الو الو ايوه ايوه مع حضرتك. احب امسي على الاستاذه نجلاء. اهلا وسهلا مساء النور. ومسي على الاستاذ محمود. اهلا بحضرتك. والدكتوره دعاء. اهلا بيك. وشرفنا على القناه. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اتفضل يا استاذ احمد عند حضرتك سؤال. لا يا فندم انا بس بمسي على عليكم بس. طب احنا نسالك سؤال يا استاذ احمد. يا استاذ احمد. ايوه ايوه يا استاذ محمود. ايوه بقول لحضرتك ومدام نجلاء كانت عايزه تسال حضرتك سؤال. اتفضل. ايه رايك بالعلاقه ما بين الراجل والمراه؟ لا انا استاذ احمد ما تهربش. طب احنا بنشكرك يا استاذ احمد. لو حاول تتصل تاني تحت امرك. اتفضل يا دكتور. اتكلمنا عن عشان انت مش عايز تتكلم عن المرأة. فانا لا لا خالص خالص صدقيني بص انا ما انا اسف نجلاء ليه احنا بندير الحلقه ديت مع حضرتك عشان نفهم الناس. كل واحد ليه مشاكله والله مش معترض. انا لا يا دكتور انا هو بيقول وجهه نظر ناس زي بالظبط كده. ايه يعني انا مثلا حضرتك على السوشيال ميديا اكيد حضرتك بتقابلي جميع اراء كتير طبعاً. انا هنا لازم اقول الاراء بتاع اي رجل الراي والراي الاخر بالظبط. الانثى لازم تتمم احتياجاتها عشان هي تبتدي العطاء. الانثى لا تبدا العطاء ابدا الا بعد ان يتمم احتياجها. احتياجها بالصفه المبدئيه للامان والحضور اللي هو البريزنتيشن ان انت تبقى متواجد متواجد بكامل احساسك وبكامل الاشباع لاحتياجها هي مش للي انت المفترض ان انت تعمله. مش المفروض انت اللي تبقى عايز اعمل كذا انا دوري كذا فانا بعمل دوري. لا انت مجبر ان انت تشبع حاجتها هي. تمام تمام. بالنسبه للرجل الراجل بقى ده عايزني اتكلم في الرجل بقى الرجل لو سمحت. جل ما يحتاجه هو التقدير. وهذا التقدير نشير ليه في اربع حاجات مهمه جدا. الاهتمام بموضع عينه المظهر والنظافه ونظافه البيت ونظافه الاولاد لازم نشوف كل ده قدامه بالظبط. واحترام خصوصياته تقدير خصوصياته اللي هي ميعاد نومه ميعاد صحيانه اكله هدومه مواعيده المساحه الشخصيه بتاعته. دايما كمان لازم نحسس كإناث يعني نحسس الرجل ان هو سابق بخطوه. يعني لو بنتناقش في موضوع او في حاجه مثاره بينا وبين بعض لازم دايما ان انا يعني حتى كمان انا اديت مثال للموضوع ده قبل كده عندي على صفحتي ان زي سيدات الصعيديات عندنا في الصعيد بيبقوا طبعا لهم احترامهم كامل الاحترام ليهم. اذكى نساء اذكى نساء اذكى نساء اذكى نساء واكثرهم احتراما بصراحه اكيد طبعا. بيبقوا قاعدين مع ازواجهم يتناقشوا وبتاع بس استحاله تطلع هي القرار. هي بتتركه هو اللي يقول القرار حتى لو هي اللي موجهاه في الموضوع حتى لو هو ده اللي احنا عايزينه لان هو ده التقدير. تقدير رجولة الرجل. احنا بنقدر رجولة الرجل فاحنا بنديله المساحة كإناث حتى لو احنا بنفكر مع بعض ومتشاركين في القرارات ان هو يصدر القرار. تمام. هو اللي يصدر القرار. وطبعا التقدير لرجولته كرجل في كلام الحب والعلاقة الحميمة وانا دايما بقول ان العلاقة الحميمة هامة جدا في العلاقة في تقوية الروابط بين أكيد. الزوج والزوجة بشكل قوي جدا. فلو العلاقة دي فيها خلل او العلاقة دي غير منتظمة او غير مشبعة بيحصل مشاكل كبيرة جدا. فهي احنا قلنا اربع حاجات علشان الرجل يشعر بالتقدير اللي هو مطلوب منه مطلوب من الانثى ان هي تشعره بيه. الاهتمام بموضع عينه اللي هو النظافة بتاعتها الشخصية اهتمامها بنفسها بنظافة بيتها بنظافة أولادها مكان ما عينه تقع يسر بالظبط. وخصوصياته احترامها جدا وتقدير ان هو رجل ليه تقدير في البيت وليه كيان في البيت موعد نومه موعد صحيانه الولاد بيلعبوا بيعملوا صوت لا بابا نايم عنده ميعاد شغل مفيش كده لا مفيش كده ما ده تقدير لا في كده ده لا في لا وفي رجاله بيجوا من شغلهم قبل مراتهم ما تيجي لا نجلاء الحلقه ممكن وانا كده هنسحب ممكن يدخلوا المطبخ ويعملوا حاجات كتير جدا قبل ما هي تيجي لا لا المشاركه طبعا المشاركه مشاركه ايه بس
بس احنا يا ست الكل واحده. لا في رجاله بتعمل يا كده. ست الكل واحده واحده. انا ما بتكلمش دلوقتي. الدكتور دلوقتي بتقول ايه؟ ان العيال والتلفزيون وايه تاني؟ وزي ايه؟ وتنطيط ولعب. اه ده يبقى ايه؟ ميعاد شغله لازم يكون ده يبقى ايه؟ تقصير طبعا. طب احنا معانا مكالمه. طب والله العظيم في رجاله بيقفلوا على مراتاتهم باب الاوضه ويقول لا سيبها عشان ماما تريح. لا والله كتر خيرك عشان ماما لا لا هو كده كتر خيرك. الو 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 يا جماعه. لا بشكرك. ماشي فدكتور معذره انا بتكلم في ايه؟ النجلاء مش عارف النهارده جاي متحمله ليه على الراجل مش فاهم. لا ده انا لا 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 مش متحمله على الراجل. لا لا لا. ده انا بقول لك الراجل ممكن بيجي من شغله بدري قبل ما هي يا تيجي. يا استاذه انت حضرتك ليه ما قلتيش الكلام ده واحنا بنتكلم على المرأة؟ ما ثواني بس احنا بنتكلم على الراجل دلوقتي. ده انا بتكلم على لا لا انا مش عايز انا كده مش بتكلم. أيوة على الراجل. ايوه لا انت بتقولي ان الراجل بيخش يقفل مش عارف ايه ده كله. لا بيقول لا ماما نايمه. ماما نايمه. ماما نايمه. امال انا هنام امتى؟ اما ماما نايمه. شفت بقى؟ لا 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 في رجاله مش متحامله. لا في رجاله مش متحامله. في رجاله متعاونه جدا. وفي رجاله دي مشاركه احنا بنسميها مشاركه. احنا بنقولها لان زي ما قلنا احنا الرجل يبحث عن التقدير في كل شيء في حياته. طب. والانثى كمان تبحث عن التقدير. بالظبط كده. بس انا دلوقتي عايز حضرتك تقولي لي حاجه صغيره. ايه؟ الرجل. ايوه الرجل. 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 الرجل هو يعني ازاي يبقى ليه يعني مش هنقول تقديره في البيت لان الرجل الراجل طبعا. بس يعني نصيحه للزوجات. يعني عايز اقول بقى ربات البيوت ولا عاملات؟ يعني مره هنقول ربات البيوت والعاملات دي حضرتك لازم تقولي لنا فيها وتبحثي لنا فيها. يعني انا دلوقتي كرجل يعني ربه المنزل عندي قاعده في البيت تمام. احنا محتاجين ان حضرتك تقولي لنا دولت ومحتاجين ان هي دلوقتي هي ست عامله بترجع من البيت متاخره. معايا نجلاء ولا انت مش معايا؟ انا معاك وبقول لك لو هي حتى ما بتشتغلش الراجل بيساعدها. والله العظيم في رجاله. ستي ماشي احنا وانا ليه انت ليه يعني ليه حتى في موضوع ان الراجل يساعد؟ ما انا هساعد ما اقولش لا. يعني طب ما انا بتكلمها كويس على الرجاله. انت زعلان ليه؟ يا استاذ انا مش انا ما بقولش كده. انا لا بجد انا بقول ايه؟ ان الراجل محتاج دلوقتي من السيده العامله حقه ومن السيده ربه المنزل حقه. تقول لنا ايه ده؟ احنا ما عندناش فروق بين السيده العامله. لا انا بدي للعامله ليه؟ يعني كتر خيرها بتقوم بدري بتنزل بتساعد في المعيشه. المبدا في الحياه الزوجيه المعايشه والتفاهم والمرونه. تمام. ده المبدا. تمام. سواء هي عامله او سواء هي غير عامله. ما في معلش سيدات كتير مش عاملات بيناموا لغايه الساعه 6 و7 بالليل بيسهروا على التليفون طول الليل وبيناموا. اه صح. فاحنا ما عندناش المقياس ده. المقياس صح. هل هي انثى تتفهم احتياج هذا الرجل وتقدره او لا؟ بالظبط هو ده السؤال. لكن معلش انا اعرف سيدات لا ما بيشتغلوش حاجه ربات بيوت وربات منزل ما بيعملوش اي حاجه في حياتهم. حتى ازواجهم اللي بيصحوا الصبح يصحوا الاولاد يودوهم المدرسه زي ما الاستاذه نجلاء بتقول. فهو مش مقياس المراه العامله او المراه القاعده في البيت. مش مقياس المراه الذكيه هي صديقه واخت وام وابنه. المرأة الذكية هي اللي بكل حاجة بتعملها بانضباط. ممكن يا دكتورة دي حاجات بسيطة أو الراجل بيعملها للمرأة بس هي بتحس بيها. بالظبط. بسعادة. هو ما خدهاش خرجها ولا جاب لها بوكي ورد بس ولا هي جاب لها حاجة. يجب أن بس تفهم احتياجاته وهو يجب أن يفهم احتياجاته. ما هو لو هي مش كويسة. لا احنا على هي بقى خلينا نتكلم بقى على الراجل بقى. احنا قلنا ما احنا قلنا إيه أنت عايز إيه أكتر من الأربع حاجات اللي أنا قلتهم فيها تقدير للرجولة. حضرتك قلتي يعني عريضة ولا أنا أعرف رجالة لو كوباية المية كده هاتي كوباية المية دي. لا مش كده يا نجلاء. لا 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 احنا بنتكلم في العدل دلوقتي. المرأة الحق المرأة الحق اللي هي المفروض تكون عندها قوة وعندها استعداد ان هي تقود علاقة زوجية ناجحة ومشرفة لازم تكون فيها الضعف والقوة. يعني ايه فيها الضعف والقوة؟ ساعات يحس اللي هو ايه يا غلبان فيها ضعف المرأة. معلش عفوا يعني الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا استاذ احمد لو سمحت اعمل مشاركة في البرنامج. اتفضل حضرتك في المشارك. ممكن بس حضرتك توطي التلفزيون وتكلمني بالتليفون؟ حاضر مع حضرتك. اتفضل. هو حضرتك ما فيش اي مشاكل خالص ان الزوج يزعج الزوجه في الحياه الشخصيه. تمام. يعني حتى لو حضرتك في المعيشه حتى لو هو لمؤاخذه مثلا يساعدها في
في المطبخ اي حاجه، ما فيش اي منع خالص. ولا مؤاخذه ليه، هو الرسول كان بيساعد صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا المساعده في اي حاجه يعني ما فيهاش مطبخ ومش كل واحد كله عادي. اتفضل. فده مبدا يعني طبيعي يعني ما فيش اي حاجه خالص. ماشي، انت يعني انت كراجل بتتكلم ان هو طبيعي. بس لو هي مضايقاك يا استاذ احمد هتساعدها ولا هتسيبها زي ما هي كده؟ لا ساعدها عادي، ما فيش اي مشاكل. عادي يعني ما فيش مشكله؟ لا ساعدها والله عادي والله. طب ربنا يكرمك. في سؤال للدكتور طيب حضرتك تحب توجهه؟ استاذ احمد الدكتوره دعاء معاك. اهلا بيك. اتفضلي. اهلا بيك. لا حضرتك عندك سؤال للدكتوره توجهه لها؟ انت مصر تسمعني من التلفزيون. هي زوجتك بتشتغل بتعمل يا استاذ احمد؟ لا هي حضرت زوجتك ربه منزل. ربه منزل. تمام. بس لو البيت محتاج اي حاجه انت بتقف تعملها صح؟ اه طبعا. ما بتقولهاش انت قاعده طول النهار انت ما بتشتغليش ما تقومي تعملي اللي انت عايزاه ليه؟ لا والله هي كل المفروض يعني ايه احنا كلنا بنكمل بعضنا يعني في الحياه الزوجيه يعني ما فيش اي مشاكل. شفت يا دكتوره؟ طب دي حاجه هايله جدا. طب يا استاذ احمد في سؤال حضرتك تحب توجهه للدكتوره؟ لا والله انا كنت حابس بس كنت عايز اطرح الموضوع ده بس الفكره بتاعتي بس مش عارف. بنشكرك وشكرا لحضرتك. بشكرك يا استاذ احمد. اتفضلي. ده نموذج هايل. نموذج هايل. اه طبعا يعني انت بتقولي انا برد زي الناس، ادي الناس بنفسها. طب انا بشوف حاجه هايله جدا. ماشي. يعني قال لنا كمان الاطفال يا دكتوره لما بيشوفوا يعني باباهم بيساعد بيجيبوا يفرشوا ويجيبوا الاكل من مامتهم. بتبقى ثقافه. بتبقى في كده يعني ثقافه اسره لم كده شامل في الاسره والله العظيم. يعني في العالم كارل روجرز قال ان احنا الاثنين في اداره المواقف الصعبه كزوج وزوجه او في اي علاقه لازم نقف مش قصاد بعض، نقف جنب بعض. بالظبط. نقف جنب بعض واحنا بنحل المشكلات مش قصاد بعض، لان الوقفه قصاد بعض دي بنصبح اعداء او ندين. لكن واحنا قصاد بعض احنا في ايد بعض بنكمل بعض. بنكمل كل واحد بيطلع الحاجه الكويسه اللي قدامه. لكن لو وقفنا ديك قصاد ديك هتخرب. طب بس بمناسبه بقى ديك قدام ديك دي يعني عاوزك بجد يا دكتور يعني ايه تفهمها ببساطه كده. الراجل دلوقتي اتنرفز. مطلوب من الست تعمل ايه؟ عدم ولو لا ولو الست اتنرفزت وحقها طبعا يعني حقها اللي قلت حقها وانا جلاد. الراجل يعمل ايه؟ يعني بس الاول هنتكلم على الراجل طبعا لان دايما الراجل يكون مضغوط بيبقى يعني في سيكولوجيه برضه في الحياه صعبه. الراجل علشان نبتدي نتعامل معاه لازم نتفهم حاجه قويه جدا ويمكن صادمه للبعض جدا ان يعني الراجل ما بيحبش المراه السطحيه. حلو. ما بيحبش المرأة اللي تتشال وتتحط وتتهبد وتتنطط وبتاع. ما بيحب لا تغري المرأة. صح. لا تغري المرأة السطحية. يحب المرأة الناضجة عقليا. تمام. عندها انضباط. لو انت شخصيتك فيها هتقعد ساكتة قلبا وقالبا. ثواني بقى استاذة بقى رجلي على رجلي والله العظيم وحيد الله. لا اله الا الله. بس انا بقى مع الدكتور ثواني. انت بقى انت حالتك كده جبت يعني بالبلدي مربط الفرس. بس والست بقى احنا بقى قلنا هو الراجل عايز ايه؟ احنا اتكلمنا على احنا بنتكلم في الخلاف. تمام بالظبط. الخلاف الرجل يحب ايه؟ يحب المرأة الناضجة غير السطحية. اه الرجل المرأة بقى تحب ايه؟ تفضل ايه؟ تفضل الرجل الذي يشعرها بانوثتها. تحس ان هي قدامه وهي واقفه منفعله وبتتنطط وزعلانه وبتاع انثى. ان هي انثى. في تليفون يا دكتوره ناخده معانا يا رب تكون واحده ست. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه كده. لا عايزين سيدات. عايزين سيدات. عليكم السلام. اتفضل يا فندم. الله وبركاته. ازيك يا حضرتك؟ ازيك يا اهلا بحضرتك. والله انا حضرتك يعني بشكر البرنامج وبشكر يعني الكلام الجميل بتاع حضراتكم. طب ممكن بس توطي التلفزيون يا استاذ احمد؟ توطي التلفزيون يا استاذ احمد بعد. طيب ماشي حضرتك اهو تمام. اتفضل. والله انا بشكر البرنامج جدا جدا لان حضرتك المراه المصريه دي لها عمل جامد جدا. الله ينور عليك يا استاذ احمد. ويعني انا عندي يعني سؤال وعاوز اشكر المدام بتاعتي فيه. الله عليك يا استاذ احمد. لا انا بحترمك كده يا استاذ احمد. اشكر يا استاذ احمد. والله اقسم بالله انا بحترم البرنامج وبحترمكم جدا جدا جدا. على دماغي ربنا يخليك. يعني المدام ربنا يبارك فيها يا رب يعني مكافحه معايا في كل حاجه. وانا مكافح معاها. لا بس اكيد يعني طبعا انا اسف استاذ احمد للمقاطعه اكيد يعني هي ما شاء الله
هي شايفه سبل الراحه كلها معايا يعني. وهو انت برافو عليك. وهو طبعا شايفه، وهي شايفه لا، ودي شهاده للحق طبعا. اتفضل يا استاذ احمد كمل. انا عندي يعني الحمد لله يعني ربنا يبارك لي فيها المدام، انا ايدي بايدها في كل حاجه وهي مش سايباني. تمام. يعني هي مش سايباني في اي حاجه. والاولاد بتتعلم منكم. والاولاد طبعا يعني بتتعلم. صح. يعني الاولاد بتتعلم مننا جامد جامد، وبتساعد في اي حاجه تلاقيهم معانا طبعا. تمام. ما شاء الله. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه استاذ احمد. والله في سؤال حب حضرتك تقوله يا استاذ احمد؟ الاولاد حتى لما بيشوفنا مثلا واقفين في المطبخ مع بعض بيخشوا معانا يعملوا كل حاجه. تمام. يجهزوا الاكل معانا كل حاجه. طب استاذ احمد لو هي اتنرفزت انت بتحتويها ازاي؟ لو هي طبعا يعني هقول لحضرتك على حاجه، يعني وقت النرفزه دول يعني لازم الواحد يعني مش اي حاجه هنتنرفز عليها، يعني لازم بنقف مع بعض. هي اتنرفزت ماشي خلاص حاضر، انا شايفها متنرفزه دلوقتي. استاذ محمود كده هيزعل منك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا 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 هيزعل منك كده. لا 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 يا انا مع حضرتك معلش يعني، بس هي لما بتكون متنرفزه بتقول لها ايه؟ طبعا هو بيهدي. ماشي بيهدي. لا اسمع اللفظ بس. بتقول لها ايه؟ بتقول لها ايه؟ لو هي متنرفزه دلوقتي وانا اتنرفزت ايه اللي هيحصل؟ لا انا بكلم حضرتك. بتقول لها اهدي يا بيبي. يا استاذ احمد حضرتك بتقول لها ايه؟ اسمعني من التليفون من فضلك. انا مع حضرتك. انا مع حضرتك. هي حضرتك دلوقتي اتنرفزت، المدام بتاع حضرتك ربنا يخليها يا رب، حضرتك بتعمل ايه؟ لازم اهديها. هي متنرفزه. طب ازاي بقى بتهديها؟ معلش اشوفها ايه اللي منرفزها. بتسيبها وتمشي شويه لغايه لما تهدى. او استنى لما تهدى واشوف ايه اللي منرفزها. صح كده صح كده يا استاذ احمد. ولا انا مثلا اقوم اتنرفز وانا رخص؟ لا لا خالص. لا لا برافو برافو عليك يا استاذ احمد. برافو عليك يا استاذ حضرتك. لا والله لا انا بحييك بجد. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا استاذ. سعيده بيك جدا دكتور. معاك ايه تبع تتكلم مع حضرتك؟ انا سعيده بيك جدا. طيب انت ربنا يخليك يا استاذه. احنا بنحترم البرنامج جدا جدا وبنحترمكم جدا جدا ومبسوطين بارائكم. طب انت ملاحظ يا استاذ احمد ان ده مأثر على اولادك بطريقه سلبيه ولا بطريقه ايجابيه؟ لا طبعا اطلاقا اطلاقا ما فيش تاثير. بتتخانقوا يعني مع بعض قدام الولاد؟ يعني اما هي تنفعل او انت تنفعل بتنقلوا الغضب ده او التوتر ده للاولاد؟ هو يا استاذه احنا دلوقتي اما يعني ساعه الغضب ده قدام الاولاد ايه ردهم او هيتعلموا ايه؟ بالظبط بالظبط. ده نموذج هايل. نموذج هايل يا استاذ احمد. ما شاء الله حقيقي. عليك ربنا يهديك. نشكرك يا استاذ احمد وما شاء الله عليك بجد نموذج للرجل حلو يعني. ما شاء الله. شفت كل الناس؟ لا ما شاء الله كل الناس ما شاء الله. حتى متابعين برنامجك يعني. لا لا ما شاء الله يعني ضدك. ضدك انا مش ضدك. لا هو لا مش لا. محمود مش شخصيه محمود. محمود بيتكلم على اساس في شخصيات في بيوت مختلفه فبيتكلم. لا وانا بشوف صدقني يا دكتور يعني بشوف في الشارع. احنا بنقول الصح بنقول الصح. ما ده اللي انا محتاجه. المفروض احنا كلنا نتبعه. خلي بقى. او نحاول على الاقل نتبعه. انا بحاول حضرتك بطلع كل اللي عند حضرتك للساده المشاهدين يتعلموا. انا لا دي قضيتي ولا القضيه كلها احنا بنتكلم. انا ليه بقى يعني ليه داخل مع حضرتك في النقاش الجامد ده؟ ان احنا نطلع بحاجه. طب يا دكتوره بقى اتفضل. يعني دلوقتي الشباب اللي بيتجوز عايزه تختار شريك حياه يعني سلس. طبعا هي بقى بتتمنظر بهدوء والرقه والجمال وبعد كده بقى شكرا ويا بيبي وهي يا بيبي الا يا بيبي كده جبت ويا بيبي دي بتعجبني قوي. لا لسه لسه مستقبل الحياه خليهم يفرحوا يفرحوا يا بيبي مش عارفه ايه. شكرا والله انت جبتي سؤال هايل جدا. وبعد كده ما تعرفيش اللي بيضربوا بعض هو انت السؤال ده جبتيه هايل جدا لان انا كان نفسي القي الضوء عليه علشان فعلا في محله. لان احنا لو بدينا المنظومه صح من اولها المنظومة هتمشي بتقدير هتمشي حضرتك صح. معلش معانا مكالمه انا الو الو السلام عليكم. صلاه الله وبركاته يا استاذ عاصم. اللهم صل على النبي. ايوه يا فندم ازي حضرتك؟ الله يبارك في حضرتك يا فندم. اتفضل يا فندم. اولا انا عايز احييكم على البرنامج الجميل دوت. عايز يعني اقول ان الحياه اولا ما بين الواحد والواحده بتبقى حياه مشاركه. اكيد طبعا. بص انا في بدايه انا احكي لكم انا عن تجربتي انا الشخصيه. اتفضل. انا زوجه بتشتغل في احدى يعني مستشفيات القوات المسلحه. تمام. فطبعا طبيعه الشغل والجيش كذا حد يقول لي كان يخوفني هتستحمل ازاي الموضوع هيبقى صعب بالنسبه لك بلاش لا تبقى قوية عليك يعني حزمة يعني
اه بالظبط، مؤسسه كتوقيت. بالنسبه لك انت هتقدر تستحمل انت الضغوطات دي ازاي بالنسبه لك انت؟ فطبعا بالنسبه لي كنت متخوف في بعض الشيء، بس طالما انت حابب الشخص ده وطالما انت عاوز تكمل معاه خلاص هتلاقي نفسك غصب عنك مفيش اي حاجه قدامك، شلت كل الغشاوه من قدامك. استاذ عاصم انت قلت جمله مفيده او كلمه حلوه استاذ حضرتك، اتفضل. بالظبط، زائد كمان ان بالظبط زائد كمان ان الواحد برضو في زي ما بيقول الحياه مشاركه، ده طبعا كلنا شايفين ضغوطات الحياه والوضع بيبقى عامل ازاي، لما تلاقي حد بيمد لك ايده بيساعدك ماديا قبل اي حاجه، لان انا مؤمن ان الراحه الماديه هي في سبيل اي راحه ثانيه بقى، يعني الراحه الماديه هي الاساس طبعا. تمام. في راحه نفسيه وفي حاجه كده، بس الماده طالما الماده فيها مشاكل بتلاقي في مشاكل كده بتتولد من رحم المشكله الماديه. تمام. فدايما يعني انا دايما بحب يعني حته ايه الشغل، طالما هيعود الخير على كل يبقى الموضوع ممكن نستحمل، وطالما انت حابب الشخص ده وحابب انت تكمل معاه. تمام يا استاذ عاصم. طبعا. تمام. ممكن اساله سؤال؟ اتفضلي استاذ عاصم، معاك الدكتور. يعني انت يا استاذ عاصم مختار مدامتك على اساس ان انتوا هتشاركوا بعض ماديا، ده كان المعيار الاساسي في اختيارك لزوجتك؟ لا طبعا، لا مش امال ايه المعايير الاضافيه جنب الحاجه الهامه جدا اللي انت بتقولها؟ انت كنت صريح معاها بخصوص ده ان انت عايز تتجوزها وعشان شايف ان هي هتساعدك ماديا او هتتعاونوا ماديا بمعنى اصح؟ لا بس المعيار المادي مش هو الاساس. لا يعني انت قبل الجواز كنت صريح معاها ان انت قعدت اتكلمت معاها مبدئيا، قلت لها انا مبدئي في الحياه المشاركه، فانا حابب ان انت تكوني مشاركاني. ده قلت انا الحمد لله برضو بشتغل، انا الحمد لله انا نفسي بشتغل وشغلتي كويسه ومكفره، مش محتاج يعني. حتى انا كذا مره اقول لها انت تعبانه من شغلك وحاسه ان انت عايزه تقعدي اقعدي. طب نفترض ان هي جت بعد الجواز، حضرتك استاذ محمد صح؟ استاذ عاصم انا اسفه، استاذ عاصم صدر. نفترض ان حضرتك جيت بعد الجواز وطلبت منها المشاركه الماديه وهي عايزه تنزل شغلها بس عايزه تدخر الفلوس لنفسها، ما عندهاش مبدا المشاركه الماديه، حضرتك كان هيبقى ايه تصرفك؟ انا ما عنديش اي مشاكل. بص طالما انت حابب الشخص وطالما انت عايز تكمل معاه تكمل معاه بقى، لكن قصه المبدا المادي ده بالنسبه لي ما هوش فارق، لان انا الحمد لله برضو انا شغلانتي كويسه. هو اللي اتضح ليا خلال كلام حضرتك ان هو فارق، بدليل ان هي النقطه الوحيده اللي حضرتك اشرتها. لا انا قلت في البدايه ان الواحد طالما حابب الشخص وحابب انه يكمل معاه يستحمل بقى نظام شغله، هيستحمل مهما كان عقبات شغله، اللي انا 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 قلت لك شغلها او هي بتشتغل فين، عشان اقول لك الموضوع على اساس ان هو طبعا مؤسسه كبيره ومؤسسه نظام ايوه ومفيش ومش اي حد يعني ممكن الراجل ما يستحملش، ما بالك لما يكون الواحد ما بالك لما يكون زوج كمان. ما عندكش مشكله لو هي ما عندهاش المبدا ده للمشاركه، فانت ده ما يهزش علاقتكم ببعض، ده المهم بالنسبه لي. استاذك انا بشكرك يا استاذ عاصم، بس استاذ عاصم كان قال في المكالمه حاجه حلوه قوي، قال لك انا اللي شاري بيعمل كل حاجه. بس انا في خلي بالك يا استاذ محمود، ده اللي خلاني سالته السؤال ده، ان في ناس كتيره جدا واحده عامله بتشتغل، يعني انا مش قصدي على استاذ عاصم لا طبعا خالص خالص. انا قصدي بصفه عامه، لان دي المشكلات اللي بتجيلي ناس بتستشرني فيها، بتقولي انا دلوقتي مش عايزه اصرف وانا مش متعوده ان انا اصرف، انا متعوده ان انا اشتغل واحتفظ بفلوسي. لو هدخل مستوى الشخص بتاعي انا عن نفسي ما بحبش يعني الست لا تكون شغاله، ده اولا ده بقى ما ولا تصرف ولا تصرف لا احنا لو شغاله الفلوس على نفسها. انا بقى نقول بقى كلمه المظبوطه في الموضوع ده تحديدا ارجوك، عشان ده موضوع مهم جدا في السؤال كمان اللي الاستاذه نجلاء قالت عليه. تمام. ان احنا لازم نكون عندنا الوضوح الشديد في رغباتنا وطلباتنا وحدودنا في الجواز. بالظبط. يعني انا لازم اقعد مع الشريك قبل ما نتجوز خلال فتره الخطوبه اقول له انا مناسب بالنسبه لي كذا، وهو يقول لي انا مناسب بالنسبه لي كذا، ويتم الاتفاق. لا ده ما بيعملوش كده، لو عندها شقه بعد الجواز لو جيت انت قلت لي انا اصلا انا كنت عايزك تصرفي معايا وانا ما عنديش المبدا ده، طب ما احنا نطلق. امال ايه سبب النسب العاليه جدا للانفصال حاليا؟ لان مفيش الاتفاقات. يعني لولا ان انا عارف ان حضرتك جايه من الايفنت وجايه متاخره وجايه كل حاجه كنت اقول لحضرتك قايله للناس يعني يتكلموا، الرجاله كلها بتتكلم. الو استاذ حمدي، معرفش النهارده رجاله ليه. استاذ حمدي ايوه اتفضل يا استاذ حمدي. دكتوره دعاء مع حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا بيك. ازيك يا استاذ محمود؟ اهلا وسهلا بحضرتك.
ازاي استاذ دعاء؟ اهلا بيك اهلا بيك دكتوره دعاء. انا اسف دكتوره. اهلا دكتوره دعاء. اهلا بيك. ازيك يا استاذه نجاة؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل يا استاذ. انا حابب بس امس عليكم كلكم اولا. ربنا يعزك. واشكر الدكتوره دعاء شخصيا. ميرسي شكرا ليك. تمام حضرتك من الناس الداعمه ليا وبعض اصدقائي. تمام. طبعا موضوع حلقه النهارده مهم جدا وبالنسبه لي تحديدا. مع حضرتك بس حضرتك وقت التلفزيون من فضلك. والله موطيه خالص جدا يعني. طيب ما سهل سمعت. طب اتفضل يا استاذ حمدي. تمام. معايا بالنسبه لموضوع النهارده بقى انا يعني موضوع مهم جدا بالنسبه لي وبقول باختصار جدا ان الكلام وازاله فيه وان انا اطول فيه لو في حب بين الطرفين. تمام. من الاول ومن الاساس هو هيتغاضى عن بعض العيوب دي وهي هتتغاضى عن بعض العيوب دي مهما كانت الظروف اللي ما بينهم ومهما كانت الضغوط اللي في الحياه. تمام. هيقدروا يستحملوا بعض ويعدوا الحياه. تمام تمام. ده رايي الشخصي ما اعرفش بقى راي حضرتكم ايه. ربنا لا طبعا احنا تحترم ورايك الشخصي والدكتور اكيد هترد عليك. مشكورك يا استاذ حمدي. دكتوره دعاء هتعقب على حضرتك. دوني فرصتي بقى يعني انا ما هتقولوش كلام بس خلوني ساكته. ما تسكتونيش. بالنسبه للحب الحب غير كافي. يعني ده برضو رأي صادم. أنا ما بقولش إن أنا مش هرتبط عن حب أو مش المفروض الناس ترتبط عن حب. مش ليلى يعني. لا بس في طريقة الحب بتختلف ما قبل الزواج عن بعد الزواج. فأنا لازم أختار مش اللي بحبه. أختار اللي أتحمل عيوبه. اللي أستطيع أن أتحمل عيوبه. لأن العيوب هي اللي هتفضل لي بعد الزواج. ما زي ما أنت قلتي بيبي ومش بيبي والقلوب والورود والدباديب منتهية. فأنا أختار مين. أختار مين. أختار من أستطيع أن يعني وأنا قاعدة معاه أقول له تعالى بقى يا بيبي قول لي على عيوبك. لا لا ما احنا أنت بتقولي لي هنختار على أساس إيه. هندي فرصة للاحتكاك وهندي فرصة للخطوبة ما تبقاش قصيرة. من خلالها يحصل احتكاك ومن خلالها يحصل ان البني ادم اللي قدامك يظهر بالشكل الحقيقي مش بمجرد شكل. في احتكاك يعني في مواقف يعني في امور طبيعيه هتعدي عليكي هتشوفيها بعينك هتبقي فاهمه اللي قدامك ده وضعه هيبقى ايه. لان الطباع لا تتغير. الطباع لا تتغير ومهما حاولت ان انا ابين او هو يعمل لها اختبار بسيط. مفيش اختبار بسيط. لا اختبار ايه احنا مفيش اختبار بسيط. إيه انا مختبر. في فتره الخطوبه باظهر اجمل ما يكون وبيتم التظاهر قدامي باجمل الصور. انا انتظر لا لا لا, لا. انا بس عايز اقول لحضرتك إيه ففي حب بس إيه في حب قبل الجواز يختلف عن حب بعد الجواز فلازم نحكم العقل مع الحب. انا بحييكي في الحته دي يا دكتور وبس وعايز اقول لحضرتك العلاقه برضو او العلامات اللي تبدا نشوف ان العلاقه هتبقى علاقه سامه هترد عليا بس بعد ما نقول الو. الو الو اهلا وسهلا. اهلا بشكرك. حضرتك اسم حضرتك؟ عبد الرحمن. عبد الرب. اهلا استاذ عبد الرحمن اتفضل. اتفضل دكتوره دعاء معاك. اهلا بيك. يا فندم لو سمحت كان عندي مشكله. اتفضل. عاوز بس احكيها يعني بس بايجاز بعد اذن حضرتك. وطي التلفزيون من فضلك. الو مع حضرتك استاذ عبد الرحمن اتفضل. ماشي اشكرك. ممكن تعاود الاتصال تاني ان شاء الله. في نقطه اخيره بس قبل ما ارد على سؤال حضرتك برضو انا ما سمعتش سؤال حضرتك كويس احب ان انت تكرره لي بس في نقطه اخيره انا احب اتكلم فيها في سؤال الاستاذه نجلاء اللي هو ازاي اختار شريك حياتي. انا اما اكون بختار شريك حياتي افتكر حاجه مهمه جدا ان انا بتخير نسلي بتخير مين هيبقى أب ولادي أو بتخير مين اللي هتبقى أم ولادي. مش لازم أكون حبها بس أو مش لازم أكون حبيبها بس عشان أبقى أنا علاقتي ناجحة. لازم أكون شايف فيها الأم المشرفة أو شايف في أو شايفة فيه الأب المشرف اللي أنا ما أقعد في وسط الناس أقول ده أب ولادي ما بقاش مكسوفة. لو أنا هتحمل عيوبه ولادي مش مضطرين إن هم يتحملوا عيوب شخص أنا اخترته بطريقة غلط. بجد أنا بحييكي إن ده كلام أجدادنا لا يقول لك اختار إن وهو في الحقيقة هو بجد مع الكلام العلمي ده قول رسول الله تخير لولادك. طبعا بحيي حضرتك على الموضوع ده. أنا كنت بقول لحضرتك سؤال العلامات اللي هي تبدأ إن منها العلاقة تبقى سمى علاقه بقتش حلوه بينا وبين علاقه بعض. مش تحس ان هي خلاص على مشارف بقى الانتهاء او لازم ان احنا يا اما نصلحها يا اما نوقفها. بالظبط يعني تصليحها تصليحها ازاي ونوقفها ازاي. طب نعرف الاشارات بتاعتها الاول بمعنى يعني انا اما اشوف ايه احس ان انا لازم يبقى في تدخل خلاص. تمام. في اهانه في اهانه او
انعدام ثقه، انعدام ثقه او اخذ دون عطاء، عايز مني كل حاجه يعني زي ما قلت من شويه الحاجات الماديه مثلا. زي انا كل ما بشوف جوزي طول الوقت بنتقده، هو كل ما يشوفني يقول لي انت مش بتعرفي تفكري، انت تفكيرك انا شاكك فيه، انت مخك مش مظبوط. زي مثلا قله الدعم، انا مهما اتعب ومهما اعمل اي حاجه لاقيش رجل داعم في ظهري، او الرجل خارج البيت لان هو وظيفته السعي الدائم على لقمه العيش، يحس ان الست اللي قاعده في البيت دي مش مقدره ومش داعمه. عدم التوافق. احنا كنا بنتكلم على الطرفين، على الطرفين مش طرف واحد. رغبه الطرف الاخر في تغييرك طول الوقت، تحس ان انت مش عاجبه وعايز يغيرك. يعني طب ما انت كنت حاببني زمان، اللي مش عاجبك دلوقتي ده يعني انا ايه اللي حصل في التويست اللي حصلت؟ لا ممكن التويست اللي حصل ده ممكن متغيرات الحياه بتادي. انا طبعا مش بقول ده او ضغوط الحياه، انا بقول ان ده واقع، بس دي كلها بقى بتاخدنا في اتجاهات صعبه ومرضيه وبتحطنا قدام مشاكل. زي ان انا ما احسش بقيمتي في العلاقه، ما احسش بالقيمه بتاعتي في العلاقه، احس ان انا قيمتي تم تقليلها، او شخصيتي منتهكه نفسيا، حاسه ان انا مش تمام، مش مبسوطه، مش سعيده. قله التواصل، التواصل اللي ما بيبقاش مظبوط، انا مش عارف اتكلم معاها. كم مره سمعت حد من اصحابك بيقول لك اصل مراتي دي ما بعرفش اتكلم معاها. كم مره سمعنا ست بتيجي تقعد معانا في قعدات ستات يعني تقول لي لا انا لا بتعب. لا يعني انا محترم الرجاله والسيدات، يعني انا ما بحبش الراجل اللي يتكلم على بيته، على بيته برضه، ولا الست تتكلم على بيتها. ما هو ده ممكن بقى برضو يبقى سبب، وده سبب مشاكل كبيرة. لا ان انا اتكلم على، انا زوجتي تعباني مضايقاني، خطيبتي ضايقاني، ده كله مع نفسي. ممكن يروح يلجأ بقى لاختها، لجارتها، لصاحبتها. طبعا والله انا لا برضو لا، بس هو بس حد انا بعرف ان سين بتثق في هذا. انت بقى شخصيا راجل مش عارف تحل مشاكل بيتك، استوب. بتجيب ناس من بره عشان يحل لك مشاكلك، يبقى شخص انت ضعيف. مش كفيل، شخص ضعيف انت تحل مشاكلك، او بترغي فيها بره، يبقى انت مش كفيل اللي انت تعرف تحل مشاكل بيتك. بالظبط بالظبط. دي احنا بص احنا مش هنتكلم فيها ولا هنطرق لها، لان اساسا هي مش المفروض تحصل. يعني الخصوصيه بتاعه الرجل والمراه تتفاجئ يا لو انتهكت، يبقى خلاص البيت ده مفتوح كده على البحر لكل الناس. زي اللي بيروح يحكي كل حاجه لمامته، أيوة، زي اللي بتروح تحكي كل حاجه وتاخد راي اصحابها، زي اللي الحقوا اصل جوزي قال لي كذا، اتصرف ازاي؟ تاخد لهم سكرين شوت بالمحادثه بينهم من بعض وتبعتها. لا دي قله ادب، انا اسف. لا ده اللي بقى اللي انا شفته مؤخرا، ان في جروبات معموله طبعا مش هنقول اساميها، أيوة ان أيوة. انا برضو مشترك فيهم معظمهم. لا بينزلوا صور الاجواء، يا ريت. لا 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 ده خالص، ده هم دلوقتي ايه يعني وانس، يعني انا جوزي عمل كذا اقول له ايه؟ لا 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 جروب ده تعدي. ده في زوجات بتنزل صور جوازتها ويقولوا شفتوه ولا لا، شفتوه ولا لا قبل كده. والبنات بيكتبوا ايوه ده جوزي، والتانيه تقول لها دي عايزه تخرب بيتها. دي تروح على طول البيت اصلا، دي بتروح تمشي على طول. خراب بيوت ناس كتير جدا بالطريقه دي، تمشي تروح على طول، بيتقفشوا وبيتشافوا. وطبعا طريق العلاقه الزوجيه بيبقى انتهى، او الخطوبه. في بنات مخطوبين كمان، او عفوا بس اللي دي البرنامج، بس انا اقول لحضرتك حاجه. انا كنت بسمع في حاجة مكالمة تلفونية ان ست والعياذ بالله كانت عاملة اللي جوزها عمل، والعمل ده قعد فترة، وبعد كده قالت ان انا قمت من النوم فجأة وهو كان نايم جنبي قام طلقني. فما راحت للساحر قالت له النبي اسحر لي تاني الحقني. قال لها لا ده حاجة رباني، ده تفكر رباني. لا والله انا لما كنت انا مش طبعا مش هقول الزميله طبعا والاخت فاضله طبعا الزميله المذيعه انا بصراحه بشكرها وممكن لو هي سامعاني بجد العمل عمل ربنا. فما معلش يا دكتور الكلام ده العمل ربنا اللي دي البرنامج يعني هنلخص في عجاله. في عجاله عايزين نعرف ايه اللي نعمله علشان الزوج والزوجه يبقوا علاقتهم كويسه. زي ما الاستاذه نجلاء قالت، احنا عايزين مبدئيا ما نسكتش عن التصرفات المهينه، التصرفات السيئه، علشان بعد كده بيحصل تفاقم للامر، واللي انا متحملاه النهارده مش هتحمله بكره. فابتدي الخيط من اوله. أيوة. ابتدي الخيط من اوله، بتستحمل وما بتشتكيش، تلاقي الرجاله هي اللي بتروح بتشتكي، لان في ضريبه بقى لده. في ضريبه في ضريبه لده، واحنا مش عايزين الست هي اللي تروح وتشتكي. دلوقتي الرجاله هم اللي بيروحوا يشتكوا، يعني الست تفوجئ بتليفون ده جوزك ايه بيشتكي كذا كذا. طب انا ما بطلعش اسرار بيتي، طب انا ما بتكلمش. ليه ضريبه؟ كل ده ليه ضريبه. انا اسف نجلاء، انا بس حضرتك تقول لنا حاجه كده للاستاذ مش عايزين نتعلم
الاعتذار، ثقافه الاعتذار، عايزين نتعلم عدم تصيد الاخطاء، عايزين نتعود ان احنا ما نحطش مبررات للاخطاء. التسامح والتجاوز عن الهفوات والزلات ده مهم جدا. يعني الحوار الدائم، الابتعاد عن العناد، الاحتواء، مش نعرف الرجل عايز ايه والمراه عايزه ايه، وكل واحد يحاول يتمم احتياجات التاني علشان يبقى في هدوء نفسي، حتى على الاقل اما انا اشوف جوزي او الزوج يشوف زوجته بتحاول يحس بالتقدير ده. يعني دكتور بجد انت حضرتك دايما بنستمتع بحضرتك، ودايما ان شاء الله في سلسله طبعا حضرتك تشرفينا تاني، واحنا اسفين طبعا كان لضيق الوقت طبعا، انا عارف الحاجه جايه. لا لا خالص، بشكر حضرتك يا دكتور بجد، وان شاء الله تشرفينا في وقت تاني. نورتينا يا دكتوره دعاء، انا سعيده بتواجدي معاكم، ده طول عمرك. ربنا يعز حضرتك يا رب. بشكرك يا نجلاء، وبجد اوعوا بقى تزعلوا مني، انا كنت بس ايه وجهه نظر، بتكلم عن مثل بس. انا بشكركم، أشكركم ودمتم في رعاية الله. تصبحوا على خير.